شو يعرف في صناعية ثمانية الشهيد ياسر أصواري مدير الأشغال العامة في محافظة الجوف، حيث اعتبر المشيعون رحيله خسارة فادحة للوطن. بطل من أبطال الوطن وأحد كوادر المؤتمر الشعبي العام تودعه محافظة الجوف، الشهيد المهندس ياسر منصور السواري مدير الأشغال العامة في محافظة الجوف، اغتالته أيادي الغدر بعد حياة حافلة في خدمة وطنه. الشهيد ياسر السواري بطل في الإدارة، بطل في مواجهة العدوان، بطل في كل مواقفة، شجاع كريم. فنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه ونعزي محافظة الجوف، وانت ترى الان يعني كل الجوف على وجهات مودعين هذا الشاب. منصور السواري هو شهيد ابن شهيد، ومن كوادر المؤتمر النشطه والمخلصه، والذي يشتغلوا في الميدان اكثر ما يتكلموا، وهو ضحى بدمه من اجل اليمن. واحنا ايضا يؤسفنا انه نفتقد مثل هذا الكوادر في مثل هذا الظروف. اليوم محافظه الجوف تودع احد ابطالها واحد الأشخاص الذين فعلا خدموا المحافظة، كونه كان مدير عام الأشغال العامة والطرق في محافظة الجوف ولقي ربه شهيدا. الشهيد السواري شيع في العاصمة صنعاء بعد الصلاة عليه في الجامع الكبير بالروضة، في موكب تقدمه زملاؤه ومحبوه الذين أشادوا بمناقبه وما كان يتحلى به من قيم وأخلاق جعلته محل حب وتقدير الجميع. فغادر الوجود جسدا، لكن روحه وأعماله ومواقفه خالدة في ذوات أبناء شعبه. ومن هذا الرجال كوادر المؤتمر الشعبي العام المعروفة الذي أسهمت إسهاما كبير في جميع الأدوار الوطنية، وهذا ليس قريبا عليه ولا قريبا على أبناء محافظة الجوف. فنحن اليوم نودع أخ وزميل وقائد قدوة لنا في العمل في الدفاع عن الوطن، في الرجولة، في الشهامة، في كل ما تعني معاني الرجولة. إن شاء الله بإذن الله تعالى أن نمشي على دربه ولا نتخلى عن دربه ولا نقدر نحصي مناقبه، وهو رجل بكل ما تعنيه الكلمة ومعروف لدى الناس كلهم. نحن نودع في هذا اليوم أحد أبطال الجوف وأحد قياداتها، ولكن نقول للأعداء والأمريكا وعمل أهم الدول العدوان والعملاء في الداخل إن احنا لن تراجعنا هذه الأعمال التي يقوموا بها. غادر الشهيد السواري عالمنا جسدا، لكنه باق في ذاكرة أبناء شعبه بمواقفه الوطنية، وآخرها التصدي للعدوان منذ الوهلة الأولى حتى آخر لحظات عمره، مثبتا أن الوطن وكرامة أبناء شعبه هدفه الرئيس ومبتغاه الأسمى في حياته. مختار الخطيب، اليمن اليوم.